لصالح المطلق من النصر، خلصت سلمان القريني لصالح المطلق، ومع ناصر القحطاني بيعدي وداخل في مربع واحد يلعبها لمحسن الجمعان، يخلصها بندر تخيل، ياخذها محسن مره ثانيه ويلعبها لماجد عبد الله. هدف ثاني للنصر، هدف ثاني للنصر في الدقيقه الرابعه من شوط المباراه الثاني، بعد تحويله من فهد الهريفي جميله لماجد عبد الله، احرز منها ماجد الهدف الثاني للنصر في الدقيقه الرابعه.